اروح للاستاذ احمد السيد مراسلنا في النادي الاهلي واقول له مساء الفل يا استاذ احمد. مساء الفل يا استاذ عبد الناصر، اهلا بيك والسلام عليك. الحمد لله على السلامه، وتحياتي لكل الناس اللي بتتابعك في كل مكان. الحمد لله على كل حال. احمد، موضوع كهربا، يعني النهارده برضه رغم الفوز ورغم كلام كهربا وفرحه كهربا اللي كانت غير، يعني انا مش عايز ازيق الرسائل اللي بيني ما بين كهربا بعد ما فاز، او الرساله اللي بيني ما بينه، لانها كلها تفاؤل وكلها حب وفرحان جدا بالبطوله وما فيش في نفسه اي حاجه، ومع ذلك الناس طلعت تقول لك كهربا صداع في رأس الأهلي وفي رأس موسيماني وفي رأس الخطيب، وكهربا مش عارف إيه وكهربا إيه، يعني موضوع بقي ممل يا أحمد بصراحة يعني. انا متفق معاك والله، ممل وبقى يعني حتى ما فيهوش جديد، يعني ما فيش حتى ما يستدعي. انت عارف انت كل يوم بتقول نفس الكلام، طب غيروا قولوا حاجه مختلفه، ما فيش حاجه جديده تتقال. فالنهارده من ضمن الفصول برضو اللي يعني البايخه زي ما انا بقول، وللاسف يمكن اتقالت في احدى المواقع ان الاتحاد السكندري خلاص بيقترب من ضم كهربا، لدرجه ان الحاج محمد مصلح رئيس الاتحاد السكندري عمل مداخله وقال لك لم نتفاوض مع ضم كهربا، وكهربا لاعب كبير واعتقد انه مركز مع النادي الاهلي، ولم نتفاوض بضم كهربا وعمار حمدي وكل ما يقال في هذا الشان عاري تماما من الصحه. فانت عارف بقى كهربا اللي بان اللي في بقى اي حد مش لاقي حاجه يقولها، ارزع كهربا بجمله مفيده. ما فيش اخبار عندك النهارده، قول كهربا، قول كهربا عنده عرض قطري مغربي سعودي هندي، كهربا متضايق، كهربا بعد استبعاده او عدم مشاركته في السوبر في ازمه، اي كلام هيمشي، حط كهربا في جمله مفيده وهيمشي. ولكن بعيد واؤكد، الاجمل سكوت كهربا، صمت كهربا، تركيز كهربا، وكهربا هيرد في الملعب يعني خلال الايام القادمه على كل هذا الاقاويل يعني. فكهربا مركز، كهربا يعني النهارده اتمرن تمرينه قويه جدا، وربما يكون في حسابات موسيماني بقوه في مباراه فيوتشر الاحد، بلاش نسبه الاحداث، ولكن يعني لبانة كهربا او كل ما يقال بشان كهربا عاري تماما من الصحه. ويمكن انت تواصلت معاه واكيد راجل مركز مع النادي الاهلي، كل تركيزه انه يلعب ويشارك بس، غير كده ما فيش. الاستاذ محمد حسان او محمد حسن بيقول لك هي فعلا ملاحظه حمله هد الاهلي، يعني خلي بالك يا محمد قبل ما يرد عليك احمد السيد، سؤالك ده فكرني باجابه الكابتن محمود الخطيب مع شوبير لما قال احنا واخدين البطوله العشره في افريقيا، احنا واخدين البطوله العشره في افريقيا، والناس قبل ما تبارك لنا بتقول موسيماني، قبل ما تبارك لنا وتبارك لموسيماني، طب باركوله قبل ما تقولوا انه وحش، باركوله قبل ما تقولوا انه ما ينفعش، باركوله قبل ما تقولوا انه مش هيجدد. فسؤالك ده عجبني جدا لانه فكرني باجابه الخطيب مع شوبير بصراحه، يعني قبل ما يقولوا مبروك لكهربا، كهربا صداع في راس الاهلي، قبل ما يحتفلوا بالسوبر مع الاهلي نشوف ايه اللي ينكد على الاهلاويه. فطبعا المشاهير في الفرقه معروفين والمثيرين للجدل معروفين، والراجل كان واضح موسيماني ملفش ودار بيني ما بين كهربا طلبات واحد اتنين تلاته اربعه، نفس الطلبات اللي كانت بين الراجل ما بين طاهر محمد طاهر، ودلوقتي طاهر تحول لنجم تاريخي زيه زي تريكا وزي قفشه وزي عماد متعب وزي اللي كل اللي هدفوا في التسعين ودخلوا التاريخ وجابوا بطولات للاهلي، زيه زي هدف ابو تريكا في الصفاقسي، هدف متعب في الكونفدراليه، هدف قفشه في التسعه في مباراه الزمالك، دخل التاريخ من اوسع ابوابه. مش هو ده اللي من المفترض ما ينفعش في الاهلي يا راجل؟ تنا لدرجه ان في ناس بتصدق، في ناس بتصدق يعني لما الراجل جه عمل التغيير، يا عم ده لاعب يروح للاهلي لما جاب الجون بقي اعظم لاعب طاهر محمد طاهر. يا جماعه يا جماعه، هو يبدو ان من كتر القاضيه الناس حصل لها خبلل في دماغها يا ابو حميد. للاسف بعض مصر زي انا بقول لك، هي بقت لبانه كل يوم بتتقال وخلاص الناس زهقت منها حتى يعني. علشان كده انت قلت برضه حاجه حلوه قوي، زي الناس اللي اتكلمت ان طاهر محمد طاهر لو تفتكر كانوا قال لو اول المستبعدين، النهارده طاهر محمد طاهر هو يعني عريس الاهلاويه خلال الساعات الماضيه، طب انتوا كنتوا فين وانتوا بتقولوا الكلام ده؟ عمار حمدي اللي موجود في القوائم وابتدى يخش في المباريات، برضه كنتوا فين من الكلام ده؟
فدي حمله يمكن موجوده وهتفضل موجوده، هدفها العكننه على الاهلاويه، ما فيش غير كده، خدوا بطوله طب ارجع بقى في اي حاجه، زي ما الكابتن محمود الخطيب فعلا قال يعني. فيعني الناس الواعيه ما بتلتفتش للكلام ده، ويمكن حتى انا مره كنت بتكلم مع الكابتن طارق عبد الحفيظ مدير الكوره على يعني شاكله مثل هذه الاخبار، قال احنا مركزين مش فاضيين نطلع نرد على كل يوم، لو ردنا هنفضل مركزين للرد اكتر من ان احنا نشتغل، فاحنا قافلين على نفسنا وبنشتغل بنحل مشاكلنا بنبرز ايجابياتنا بنحاول نظبط كل الامور، ومالناش دعوه اللي عايز يتكلم يتكلم، لان كل يوم بقى فيه شائعه جديده، ومع السوشيال ميديا ومع كثره البرامج والاذاعات والمحطات وكل ده بقى فيه كل يوم كلام كتير بيتقال. الاهلي مركز مع فريقه ومع لعيبته، وكهرباء الحمد لله مركز، واعتقد الفوز بالسوبر بيضايق ناس، وفوز الاهلي بكل بطوله بيضايق ناس اكتر يعني.